تماشياً مع إجراءات الدولة لحماية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا المستجد، يقدم مركز دعم المرأة بالمجلس خدماته من خلال مختلف وسائل التواصل الهاتفي والمرئي والإلكتروني، ومن قبل خبراء ومتخصصين في المجالات الأسرية والنفسية والاجتماعية والقانونية، ويهدف من خلال ذلك إلى مساعدة الأسر على مواجهة أي ضغوطات نفسية أو صعوبات حياتية خلال فترة التعامل مع الظروف المستجدة، مع الاستمرار في تقديم خدمات مركز دعم المرأة المتمثلة في الإرشاد والتوفيق الأسري وخدمة الدعم القانوني اللي تتضمن التوجيه والاستشارة القانونية ومساندة الأسر التي لديها قضايا أسرية منظورة أمام معاها.